بيلجأ الأشخاص للفرد الشعر بالكيراتين والبروتين للحصول على شعر ناعم ومفرود، لكن في نصائح مهمة جدا يجب أن يتبعوها بعد فرد الشعر بالكيراتين أو البروتين عشان يحافظوا على نتيجة الفرد لأطول فترة ممكن، وده اللي هنعرفه في الفيديو النهاردة، فتابعوا معايا. اهلا وسهلا بحضراتكم، معاكم الصيدلي الدكتور كارلوس، وفيديو جديد هنتكلم على اهم 6 نصائح للعناية بالشعر المفرود بالكيراتين او البروتين. في بداية الفيديو احب افكركم انكم تعملوا اشتراك هنا معايا في القناة وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم تنبيهات بالفيديوهات الجديدة اول باول وتستفادوا بالمعلومات اللي فيها. اول نصيحة معانا ان ضروري جدا استخدام الشامبو الخاص بالشعر المفرود بالكيراتين او البروتين، ودي انواع كتيرة جدا موجودة في الصيدليات شركات مختلفة، وبيكون اهم حاجة مميزة في الشامبو ده انه يكون خالي من الصلفيت، الصلفيت فري، وغالبا الشركات اللي بتعمل شامبوهات للعناية بالشعر المفرود بالكيراتين او البروتين بتكتب تحت اسم الشامبو ان هو خالي من الصلفيت او صلفيت فري، لان دي حاجة بتبقى مميزة في الشامبو. اما النصيحة التانية فهو بقدر الامكان نقلل غسيل الشعر بالشامبو، يعني لو الشعر دهني ممكن نغسل الشعر بالشامبو المخصص للشعر المفرود من 2 إلى 3 مرات كحد اقصى في الاسبوع، اما لو الشعر جاف فكفاية غسيل الشعر بالشامبو 1 أو 2 مرات في الاسبوع. اما النصيحة التالتة فهي خاصة ازاي نتجنب ظهور القشرة في الشعر المفرود بالكيراتين او البروتين. غالبا بتظهر القشرة بالشعر المفرود نتيجة لتراكم الدهون على فروة الراس، ولتجنب هذه المشكلة خدوا بالكم كويس جدا واحنا بنغسل الشعر بالشامبو ان احنا نركز الشامبو على فروة الراس عشان نمنع تراكم الدهون على فروة الراس وبالتالي نمنع ظهور القشرة. اما النصيحة الرابعة فممنوع استخدام الماء الساخن اثناء غسيل الشعر، الاحسن ان احنا نستخدم المية باردة او لو ضروري قوي ممكن تكون فترة. اما النصيحة رقم 5 فهي خاصة باستخدام حمام الزيت او حمام الكريم، بنصحكم دايما استخدام حمام الزيت يكون 1 كل اسبوع، ومهم جدا انه يكون بعيد عن فروة الراس. نركز في استخدام حمام الزيت او حمام الكريم انه يكون على نص الشعر من تحت مش من فوق. اما النصيحة رقم 6 فهي خاصة بتمشيط الشعر، اثناء تمشيط الشعر يفضل ان احنا نستخدم فرشة ناعمة او يكون مشط اسنانه واسع. وقبل ما اختم الفيديو عايز منكم طلب، اعمل لايك للفيديو ومشاركة عشان نقدر نوصل المعلومة لاكبر عدد ممكن، ولو عندك اي استفسار اكتب لي تعليق، ودمتم بألف صحة وعافية.